وهل زوجة العم من المحارم أم لا؟ لا، زوجة العم من المحارم، ولا زوجة الخال، ولا زوجة الأخ أقرب، الأخ أقرب. زوجة الأخ، زوجة العم، زوجة الخال، مين من الأقارب، مين من المحارم؟ ولا يجوز أن تفتش لابن أخي زوجها، ولا لأخي زوجها، ولا لابن أخت زوجها، بل هي أجنبية تحتجب. يعني من المحارم زوجة أبيك، زوجة جدك، هي من أهل المحارم، زوجة ابنك، ابن ابنك، ابن بنتك، محارم. أما زوجة الآباء والأجداد محرم. زوجة أبنائك وأبناء أبنائك وأبناء بناتك محرم. أما زوجة أخيك لا، زوجة عمك لا، زوجة خالك لا.